عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، مبروك عواشركم، تدخل عليكم بالصحه والسلامه. ام درا البنات، كاين شي توجات، كاين شي عطريه، كاين شي حوله، كاين شي قطبان، كاين شي فاخر. ايوا البنات، الله يسهل عليكم كاملين ويعاونكم ان شاء الله ربي. ايوا هذا وقته صراحه الله. مع هو العواشر قربوني، تقرب العيد ان شاء الله، لو وصلنا ليه بالصحه والسلامه. قلت انا اش غندير، نشارك معكم واحد بسبوسه كتجي غزاله فنه، اللي بغيتي ديروها هكا في الصباح ديال العيد كتجي فنه غزاله. اللي ما نقولش لكم والله، ان شاء الله نتمنىكم تجربوها وعاد تعرفوني ديك الساعه علاش كنهضر انايا. المهم الكبيده ديالي كيف ما كتشوفوا المقادير اللي حاطها قدامكم. بالنسبه للمقادير ديالي عندي هنا، شنو عندي؟ عندي ثلاثه البيضات كيف ما كتشوفوا بحراره المطبخ. عندي هنايا السميده، انا عاد نقول لكم القياس اللي غتاخذ ليا. يعني عندي هنا كاس لاروب ديال الحليب كيف ما كتشوفوا، هي اللي ساهل فيها كلشي، فيها كاس لاروب، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الكوك، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السنيده. عندنا دانون مسوس كيف ما كتشوفوا، عندنا هنايا جوج ساشيات ديال يعني جوج خمارات، وعندنا هنايا الفاني. انا كتعجبني هذه اللي المهم هذه كندير منها انا معلقه صغيره، يعني هي ساشيه. وعندنا غنحتاجو الكاكاو المره البنات كيف ما كتشوفوا، ساهله ماهله وما فيها لا باتور لا والو، غنخلطوها بالفول نتوكلوا على الله البنات. بسم الله، ندير ثلاثه البيضات ديالنا كيف ما كتشوفوا. انا راه عندي هذا راه فيه جوج محوحه، هذا خرجت فيه غامح. انتما البنات نتوما غديروا ثلاثه ديال البيضات كيف ما كتشوفوا. غنزيدوا البنات هذا سنيده كاس لاروب كيف ما قلنا، غنديروا كاس لاروب ديال الزيت وغنخلطوا البنات. ساهله كلشي بدقه وكتوجد في الحين كيف ما كتشوفوا البنات. غنخلط مزيان داك البيض والزيت والسنيده اللي درنا، عندنا طاش هذا كلينيكس في يدي باش كان هكا طحت شي حاجه كنمسح بها. وعنديش مع الوسخة البنات، والله تيجي الحاجه تكون نقيه ناضيه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خلطت الزيت والسنيده والبيض، غنزيدو دابا الحليب ديالنا اللي كتشوفوا كاس لاروب هكا، يعني ونخلطو من بعد الكبيدات ما خلطنا كيف ما كتشوفوا معايا. نحط هذا هنايا باش ما يزلقش ليا، نجيب معلقه ونزيدو دانون مسوس نحيدو، وهنايا غنقي كلشي نقي. ديروها مع كاس القهوه كاع، لما كنتش غديروها صباح العيد يديرها الواحد بحال هكا اللي جايين عندو الضياف، ولا هادي حطها مع كاس القهوة كتجي غزالة. نخلطو البنات هانتوما، من بعد الكبيدة ديالي غنديرو ثلاثة المعالق من الكاكاو المر. هانتوما البنات، أنا غنجبد غير معلقة، كيف ما كتشوفوا ها هو، ولكن غنغربلو أنايا حيتاش باين ليا فيها مكور شوية. غنجيب البنات باش نغربلو باش ما يعذبنيش. هانتوما البنات، المعلقة الأولى، المعلقة الثانية، هادي النص، أنا غنزيد النص. هانتوما البنات، غنغربلو كيف ما كتشوفو، باش ميبقاش فيه داك كيف ما كتشوفو داك الكويرات اللي تحيدو. صافي، من بعد ما غربلتو البنات غنحرك
نقرك غير بشويه عاد نزيد الكوك ديالي. هانتوما من بعد البنات ما نحركو نرجعو مع بعضياتنا. من بعد ما حركش كيف ما كتشوفوا الكاكاو كامل مع البيض والزيت والحليب واللي درنا، دابا غنديروا معلقه ديال الفاني. نتوما هنا يعني غديروا ساشي اللي ما عندوش. هذه انا كتعجبني هذه بصراحه، فيها نكهه قويه والريحه ديالها زوينه كتبقى فنه. دابا البنات غنزيدوا الكوك ديالنا كيف ما كتشوفوا، درنا هنا كاس لاروب، ما خصناش نديروا الكوك بزاف لان السميده غندير كاسونس مع كاس لاروب ديال الكوك غتجيني هي هذيك باش ما تجينيش ثقيله. هانتوما الكبيتات. دابا البنات غنعبر هنا البنات كاس ونص ديال السميده ديال الحرشه، يعني السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه، غنعبروا هنا كاس كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما ها كاس الاول، غنزيدو نص كاس. هانتوما نقصو منه شويه. هانتوما البنات كيف ما موضح لكم، وغنخلط كان محتاج نزيد ما كان صافي، غنكتفي بهذا القدر هذا. هانتوما كما كتشوفوا صافي، غير كاس ونص مع كاس لاروب ديال الكوك صافي غتجيني هي هذيك. صافي من بعد ما تخلط ليا خصها تجي خفيفه لان باقي غتزيد تشرب. غنجيب دابا المول ديالي اللي يكون دائم البنات، اي مول يكون عندكم، ما يكونش غير هذاك اللي فيه الثقبه الوسط اللي كنديروا فيه الكيكه، يكون عندكم هذا الزاج، يكون عندكم مربع، يكون عندكم ديال هذاك الحديد اللي كيتهز، المهم يكون كيما بغا يكون، غير ما يكونش هذاك اللي فيه الثقبه الوسط. انا ما غندهنوا ما والو لان ما غيلصق ليا ما حتى شي حاجه. غندير الخليط ديالي هنا غنفرغه كامل هنايا كيف ما كتشوفوا صافي، وغندخلها الفران طيب. بالنسبه للفران البنات غندخلها على 180 درجه، غنشعل عليها من التحت غير تنشوفها يعني نشفات، غادي عاد نشعل عليها من الفوق تاخذ غير اللون، لان هي بالكاكاو ما غيبانش لكم، يعني غيبان لكم راها طابت، ونخرجها وهانتوما معايا. غنجيو غنديروا السيروم من بعد ما غطيب لينا باش نسقيوها. هنا كنحتاجوا البنات كاس ونص ديال سنيده، اللي كيبغي الحلاوه اللي كيما كيبغيهاش بحالي انا بزاف كندير كاس وربع، يعني كاس وربع ديال سنيده، وغنزيد عليه كاس ونص ديال الماء من الروبيني، وغنديروها البنات كيف ما كتشوفوا ها هي كاس، كبيت الكاس النص، غنخلطوا وغنديروا يعني طيب. من بعد البنات علاش؟ بان هاد السيروم مع خشيتها انا في الفران خصها هي تخرج سخونه ويكون هو بارد، اولا العكس تكون هي يعني بارده والسيرو سخون باش كتشرب مزيان. المهم الكبيده ديالي غنخلط انا هاد السنيده مع الماء وغنديرهم يطيبوا حتى يعقدوا لي مزيان، وغنطفي عليهم. ملي تخرج لي البسبوسه غنسقيهم، عاد نرجعوا للخطوه الثالثه اللي هي الكريمه باش غنزينوا بها، وكتجي خطيره داك الكريمه بزاف بزاف. يعني ما خرجتش الفران كيف ما كتشوفوا راه باقا سخونه، ها انتم راه طايبه، كنخشيو شي كيردون ولا شي حاجه بحال هذا، كنخشيو بحال هكا كيبان لينا راه ناشف. ها انتم كيف ما كتشوفوا راه طايبه، والسيرو اللي وريتكم ها هو. دابا غنثقبها البنات كاملين، غنثقبها كامله زعما، ها نتوما كيف ما كتشوفوا مزيان باش يدخل هذاك السيرو ديالنا، وعاد نجيو نديروا الكريمه. ها نتوما البنات ها نتوما راه باقا سخونه، ها نتوما الكويته ديالي، ها نتوما غنسقيها هكايا بهذا السيرو كامل ونرجع البنات معاكم.
من بعد الكبيده ديالي كيف ما قلت لكم غنخليها على جنب تشرب مزيان هاد السيرو اللي درت ليها، وغنديروا الكريمه دابا. شنو غنحتاجوا ليها؟ غنحتاجوا ليها كاس ونص ديال الحليب البنات كيف ما كتشوفوها، هو في نفس الكاسرونه اللي درت فيها السيرو نديروا فيها. غندير كاس ونص هنا كيف ما كتشوفوا، ها انتما البنات هاد الكريمه راه كتجيبها فن منه ومعلته من الداخل غزال. عندنا البنات هنايا نيكسويك ديال الدراري، يعني اللي كنديروه في الحليب اللي كنعطيو للدراري في طروبيل الصباح، الا عندكم هو هذاك، ما عندكمش كتجيبوا داك الباكيه ديال كوبيل وكديروها كامله. انا هنا غندير 4 ديال المعالق كيف ما كتشوفوها، واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه، وغنديروا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي انا غنعبر هنايا، يعني تقريبا هنا معلقه صغيره. غنخلط البنات هادشي كامل يعني مزيان كيف ما كتشوفوا، ها هو ما نزيدو السكر، انا عندي الحلاوه كافيه هنا لان باقي غنزيد طرف ديال الشكلاط. وغنحرك هادشي مزيان كيف ما كتشوفوا، وغنديروا فوق البوطه يعني تفيض يفيض الحليب. ملي غيفيض لي الحليب غناخذ البنات الشكلاط وغنديرو، المهم هانتوما معايا باش نعطيكم الكميه الشوكولاته اللي غادي ندير. كيف ما كتشوفوا راني طبخ ليا يعني داك الحليب فاض ليا. غناخذ هنا الشوكولاته كيف ما كتشوفوا، هانتوما عندي هنايا 9 و10 ديال الطريفات ديال الشوكولاته، واللي عنده طرف يديرو المهم قديو باش ما كان البنات. غنخشيه هنايا كيف ما كتشوفوا وغادي ندوبو غير بالفوي كيف ما كتشوفوا. غنبدا نحركو بحال هكايا حتى يذوب، ها نتوما معايا راه كيذوب داغي، ها نتوما نحسوا بان الشوكولاط ديالنا كامل داب البنات. غنقلبوا دابا نشوفوا، صافي كنشوفوا كامل داب، نشوفوا صافي. دابا هاد الكريمه البنات غنديروها هنا فوق كيف ما كتشوفوا، فوق البسبوسه ديالنا هكايا كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا الكبيده ديالي راني سقيتها بداك الكريمه، غنخليها دابا تبرد مزيان باش ما تبقاش مدعدعه وتجيكم في الماكله زوينه، يعني على الاقل خصها واحد 4 سوايع ولا خشيوها في الثلاجه وخليوها. ومن بعد البنات غنوريكم الشكل النهائي. ما كملتها خرجتها من الفران، يعني بردات سقيتها قدامكم، درتها تزيين بسيط درت لها غير الكوك، نتوما لكم الاختيار بغيتو ديروا الجوز يعني ديروا القرقاع ديروا البيستاج ديروا اللي بغيتوا، لكم اختيار زوقوا كما تحبون. المهم الكبيده تنقطع لكم طرف باش تشوفوها كي كتجي. انتم البنات هانتوما الكبيده راه كتجي مسقيه فنه معلكه كتجي غزاله، هانتوما هالشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي مسقيه مشربه هانتوما. نتمنى البنات تجربوها وديروها ان شاء الله لوليداتكم، وديروها في العيد ان شاء الله، ولا عجبتكم شي لايك وتعليق. يلا هالبنات وصلت لهنا الى نهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.